لولو دا خلي ما عدي أكل صدت عبليتي لولو يا لولو 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 نعم 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 ليكي ما تنسي موضوع نحتاج فيه أنا وأنتي ليكي ليكي ايه بيناتنا يعني ما حدا سمع لك حاجة بقى حلي عني قلت لك ما بدي روح ما بدي روح ما بدي روح لك شو بدك تحكي اصلا رفقاتي كلهم بيحكوا ولا واحدة فيهم بتطيقني كلهم بيغاروا مني ما بتطيقوني مستعدي مستعدي من الازرة ما بتطيقني ما ادري ليش يا هزار حبيبتي تعي تغدي يا هزار هزار تعي تغدي هزار هزار تعي كتير حرام حاجة بقى من شان الله السبت اللي حرام احنا اللي حرام شو الحكي عادي حبيبتي عادي ان شاء الله صحة لا ما بدي اتغدى ما بدي اتغدى تغدوا انتو تهنوا ان شاء الله صحتين وهنا ومستعدتي ان شاء الله صحتين وهنا اي مسلي مسلي كمان مسلي احسن لك هزار لك انا بكرهكم 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 احنا كمان نفس الشعور حرام عن جد هل بالفطنطق لقيمة ولاد تاتة وغليظة صحيح عسيرة الغلاظة وين لبنى؟ ما بعرف هي الثانية كمان معقولة تكون رجعت؟ ايه قومي سميحة افتحي قومي تكون هزار قبلت عزيمتك على الغدا امسكي لبنى امسكي شو بتعملها وبعيني ان شاء الله ما تكون بس بتعملها بترجع بترجع والله بتعملها شو مين؟ واو شو حلوين هالوردات يا ترى من مين؟ من مين بيكون يعني؟ إلى أجمل نساء الأرض حبيبتي هذا أكيد وائل بتعرفوا موصل لي فترة هيك عم نتناقر أنا وياه عنده هيك جستات لطيفة أكيد تحس هذا مو بعت لي إياها يقبر قلبي ومين قال لك أنا من وائل؟ بركي هذا لإلي من مين حبيبتي؟ من المعجبين اللي مقتلين بعضهم؟ وليش عم تتمسخري؟ حبيبتي هاي الباقة من شادي ومين شادي؟ المخرج اللي بدي اشتغل معه هلا مو معقول شو شفاف ورقيق وناعم ورومانسي ايه طولي بالك انتي وياها لا تتخانقوا خليكم صحاب وحباب الباقة لا لإلك ولا لإلها الباقة من سامي سامي؟ ايامك يا عبدالت ساني منو هاد كمان سامي؟ اخوه لرغب ما حكيت لك تعرف علي من يومين وقال لي انه ما شفيني وهو بعت لي الباقة اكيد والله وليش كتير متأكدة أنه منه؟ مبين شو مكتوب على الكرت؟ إلى أجمل نساء الأرض حبيبتي يعني القصة ما كتير بدها ذكاء مبين لمين مبعوث الورد بس في جميلة من جميلات الأرض هون كمان ليكا خامسة مو بس أربعة على الطاولة ليش ما يكون حدا بعت لي إياها مثلا؟ ومن رح يكون بعت لك إياها؟ ابن المختار؟ لا حبيبتي ليش لحتى ما يكون المختار بذات نفسه؟ عن جد أمكم غليظين وسألة ما بتقدر ما بتقدر تجي خلاص ما أنا فاضية المخلوقة طيب شو يعني حسام بلاها حاولي تقنعيها الله يرضى عليكي حسام حاولت كتير ما بتقدر ما بتقدر خلاص نطلع لحالنا حسام بعدين إذا مشان سمعتي ما تاكل هم ما تاكل هم أنا بيهمني شغلة واحدة بس شو هي؟ أنت يا حسام ايه عن جد انت يعني خلي الناس تحكي مثل ما بدها ما بيهمني انا اهم شي بالدنيا انه نحنا نكون مبسوطين صح ولا انا غلطانه والله ما بعرف شو بدي اقول لك بس يعني مو زابطه نطلع لحالنا يعني حاولي مره ثانيه ثالثه رابعه ما بتفرق معي طيب ناخذ معنا سميحه بتروح سميحه دغري بتروح لا طيب لبني لبني إذا حدا بيلحقنا بتضربه كفين كتير قوية وقدعة لكمين يا ناخد ميديا ما بدي ميديا طب حكيم على ليلى خلاص مثل ما عمل لك ليلى أكتر وحدة زابطة قصدي أكتر وحدة ممكن تروح معنا طيب لحاول آخر مرة إيه بس إذا ما رضيت نطلع لحالنا إيه طيب